رحم الله الشهيد المناضل العقيد صالح الأضمد عمليات القوات الأمن الخاصة. لقد كان بطلا شجاعا صادقا مخلصا لوطنه ولأمته، وبرحيل مثل هذه الهامة فقدنا في ميادين اللغة وميادين المواجهات وأيضا في محافظة مارب بشكل خاص والجمهورية بشكل عام، فقدنا ركن من أركان ودعامة من دعامات النضال المقدس ضد ميليشيات الحوثي الإنقلابية الإجرامية. العقيد صالح الأضمد منذ أول وهلة وهو ورفاقه من الأمن والقوات المسلحة يقارعون، وها هم اليوم دماؤهم تنير الطريق لاستكمال درب الانتصار والعزة، الانتصار الذي سينتصر ويتحقق به أبناء الشعب اليمني، وسيصلون وسيعيدون اليمن السعيد إلى المكان الأصل والذي هو من أجل العدل والمساواة. اليوم اليمن وهو يقدم هؤلاء الشهداء تلو الشهداء هو من أجل الحرية والعدالة التي ينشدها كل شعب. نحن اليوم نقدم 2 مشاهدانا من أعز وأغلى أولادنا، وقد ضحوا بأنفسهم إدفاع عن الوطن والدين والكرامة، ولو نحن حزينين عليهم شديد الحزن لافتخر، ولنا عظيم الشرف أنهم استشهدوا في سبيل وطنهم ودينهم وكرامتهم ضد الميليشيات الحوثية الذي يتفضل نفسه علينا ويريدوا أن احنا من تحتهم عبيد، ونحن مسلمين عرب لنا ديننا وكرامتنا، ولا أحد يدعس ديننا ولا كرامتنا. وأسف عليهم على ما يصدروا الحوثيين ونصر الله والإيرانيين أن تحرير القدس بتحرير مأرب، ردونا يهود وإحنا مسلمين عرب على الحقيقة، وهم المرتدين الذين مخالفين الدين والسنة، ولو هم يدعون بالدين من طعن في رسول الله ما هم مسلم. عزاؤنا في الشهيدين أنهم من أجل الوطن، من أجل إعلاء كلمة الله. فنحن اليوم نواجه يعني ميليشيات غاشمة اغتصبت الأرض والعرض والدين. خسارتنا لن تعوض في الشهيدين، لكن عزاؤنا الوحيد أنهم قدموا أرواحهم رخيصة من أجل كرامتنا، من أجل عرضنا، من أجل ديننا.